واش حاجه الطريق ضربنا الاخوان. السلام عليكم الشباب، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ما شاء الله غادي ندير واحد البروغرام مع واحد جوج دراري تبارك الله عليهم. غادي ما عرفتش فين غادي نبيع، انا بعدا ما عرفتش. ها هو غيشرح لكم خويا مورا. اخوان جاء عندنا السي يحيى من كازا، مرحبا به. الله يحفظك. وكنتواجدوا حاليا في المنطقة ديال الريف، بالضبط جماعة بني بنصر. حنا دابا حاليا كنتواجدوا في تماديت، وغادي نمشيو لواحد الواد ان شاء الله ونشربوا تما قهوة وندوزوا شي نهار زوين ان شاء الله يا رب. اخويا مراد واش قربنا نوصلوا ولا لا؟ راه سخفتينا اخويا في منتصف الطريق. واحد الملاحظه يحيى تبارك الله عليه، يعني عنده السفل ديال الجبل. تبيلو ان شاء الله عليك سي يحيى. وانتم كتشوفوا المناظر تبارك الله، راه خضوريه دابا حاليا، العشبه منوره البلاد. طريق واخا شويه ديال الصعوبه ماشي مشكل، حنا غاديين معها. خالد ودي شي تحيه صافي تبارك الله عليك. وسي مراد لماذا؟ ترى عطشنا والله، شي عطشنا والله. واو 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 سبحان الله الاخوان، الماء بارد ديال هاد جاي من الجبل. الماء طبيعي، انت خارج من هاد البلايص هادي وجاي دايرين هاد التيو هذا باش تجمع، باش ما يبقاش مفرق. باش اللي بغى يشرب يشرب، اللي بغى يستعمل شي غرض اخر كيستعمل. سبحان الله. ترى بارد اصاحبي، سبحان واو 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 ترى الشوك اصاحبي. عرفتي كيف ما كتشوف هاد البلاصه كامله كانت خضراء، كان فيها الربيع، دابا مابقاش داكشي كيف كان. سبحان الله كلشي تبدل، الخضوريه مابقاتش كيف كانت. ولكن واخا هكاك نمشيو نطلعو لفوق، نريحو على الصفرا ونديرو شي كويز القهوه ان شاء الله، نشوفو العالم. تماديت هذيك هي تماديت، هذه كلها تماديت الاخوان. احنا الاخوان وصلنا للمنطقه اللي غنشربوا فيها ان شاء الله القهوه، وصراحه سخفنا الاخوان، والله الا سخفنا. اهو خالد، هادو مولفين الاخوان هادو. انا راه الحجره اللي بغيت نطلع ليها وخاصني شحال باش نطلع ليها. سبايدر مان رضي كيطلع لها السي خالد. كاين المال تحت هي، وكاين واحد ها؟ كاين المال تحت وكاين واحد الربع الكازولا بغيتي. فين منين جايين؟ منين؟ من تحت الصخرة. سبحان الله، ترى شي عجائب هنايا. سبحان الله. سبحان الله، هاد البلاصة كانت عامرة بالكازو، و مع مرور الوقت كما كتشوف تبدل هادشي كامل. يعني كانت واحد الطريحه هنا زوينه وخضوريه وكذا، شي تبدل. وسهلا في الطريق، شنو سحابه صعيبه ملي كتجي من بعيد، كتكتب عليا صعيبه. ترى الزلاله كاع معلم. ها؟ اوه تشو تبعك والشمس تطي. تبعنا لهنا. انت فين تبعك؟
واه والحسن حنصان نتوما يا صاحبي كتسخفوش تبارك الله. جي جي هو او السي خالد كيشرب ليا في القهوه هو الله يحفظك. ايه اش كديروا الجري يلا الخوت حنا على واحد القمه في جبال الريف في سلسله من سلسلات جبال الريف الان كما تلاحظون. سي مراد الكلمه ديالك تهمنا في هذا الفيديو هذا قول لنا الكلمه ديالك اللي وانت ود منطقه انتما كتشوفوا المنطقه ما شاء الله تبارك الله الخيرات ديال الله. مرحبا بكم اللي بغى يجي مرحبا الف مرحبا. الله يحفظك الدار الكبيره السي مراد الله يشهد اخوان الله يشهد الدار الكبيره هاد الناس هادو حق الله الله يشهد الدار الكبيره الحمد لله الناس زوينين كطيحهم الله مع الناس زوينين وهذا ما كان الاخوان. شي ستوري لحشه دير مرات في حينا صرنا في منظري في رفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف. بابا عارفين ذكي نبيل وعالم الاطفال عالم جميل. تبارك الله على الحادق ديالنا السي خالد. يحفظك خويا يحيى. تبارك الله على السي يحيى قبل اخويا يحيى على موجد مرحبا بك. تبارك الله عليكم. الله يا رب الله. قهوة على نغمات جبال الريف. صايب صايب لينا صايب. واه سيد المال صافي تبارك الله. ما جبتوش الموز؟ ما جبناش الموز ديري ولكن من اجل البقاء حنايا مالك. شوف بلا موز بلا والو ناضي 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 عسكري عسكري يا خالد. المهم الاخوان كانت هذه هي النهايه ديال هذا الفيديو هذا دوزنا لحظات زوينه مع العشران ديالنا خويا خالد وخويا مراد. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويلا جباب جباب ما عندك.